مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين خصصناها اليوم عن الاستعدادات الاخيره لمنتخبنا الوطني قبل انطلاق بطوله اسيا. اسبوعان فقط تفصيلنا عن انطلاق بطولة نهائيات كأس آسيا في يناير المقبل بالإمارات. الشارع اليمني يترقب أداء المنتخب الوطني لكرة القدم وما الذي قد ينجزه رغم التحديات والمعوقات والظروف التي تعيشها البلاد. من بلد توقف فيه الدوري المحلي لأكثر من عام، وبالأمس خاض شباب المنتخب الوطني لكرة القدم أول تمارينهم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهو المعسكر الخارجي الثاني استعدادا لخوض البطولة الآسيوية. وكان المنتخب قد أقام قبل ذلك معسكرا تدريبيا في السعودية تخلله العديد من المباريات الودية استعدادا لهذه البطولة. إرادة تتحدى الظروف وتتجاوز المعوقات بقيادة المدرب السلوفاكي جان كويسان، أو الذي ينتظر منه الشارع الرياضي تحقيق إنجاز رياضي للكرة اليمنية، وهو القادم حديثا لقيادة المنتخب الوطني في واحدة من أهم البطولات القارية. تشكيلات المنتخب ربما لم تكتمل بعد، لأن اللاعبين المحترفين في طريق الوصول إلى مقر البعثة في كوالالمبور. قبل النقاش أرحب بضيوفي، سيكون معنا من العاصمة العمانية مسقط عبر الإسكايب الناطق الإعلامي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي والصحفي الرياضي وليد جحزر، وسيكون معنا من كوالالمبور مساعد المدرب وللمنتخب الوطني الكابتن محمد النفيعي، ومن الرياض المنسق الإعلامي بمكتب وزارة الشباب والرياضة ماجد الطياشي. أبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ وليد جحزر عبر الإسكايب من مسقط. مساء الخير أستاذ وليد. أستاذ وليد، هل تسمعني؟ مساء الخير أستاذ وليد. ألو، نعم. مساء الخير أستاذ وليد، تسمعني الآن؟ هلا بشير، أهلا بك أستاذ وليد. في البداية للمشاهدين ما في قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ وليد، في البداية كيف تتابع الاستعدادات لبطولة آسيا من قبل منتخبنا الوطني؟ كانت قبلها معسكر تدريبي في السعودية، خاض العديد من المباريات، ثم انتقل إلى ماليزيا حاليا ولديه معسكر تدريبي هناك. تفصلنا أسبوعان فقط عن هذه البطولة، ما هو تقييمك ومتابعتك لاستعدادات منتخبنا الوطني؟ نعم، ربما هناك مشكلة أستاذ وليد، أتمنى أن نصلح هذه المشكلة أستاذ عيسى إلى أن تجهز الاتصال بالأستاذ وليد جحزر. الآن هذه الحلقة خصصنا عن منتخبنا الوطني الذي يخوض الآن مباراة معسكر تدريبي قبل انطلاق بطولة كأس آسيا التي استفصلنا فقط أسبوعان. كان له معسكر في المملكة العربية السعودية استمر لفترة، ثم خاض فيه العديد من المباريات الودية كانت مع السعودية ومع الإمارات، والآن في طريق الاستعداد لاستكمال التشكيلة النهائية لمنتخبنا الوطني وبعد ذلك سيطير إلى الإمارات. وهناك أيضا في التاريخ من 30 من هذا الشهر مباراة ودية مع المنتخب السوري. إذا إلى أن تجهز الاتصالات، كان هناك استطلاع ميداني عملناه من الجمهور الرياضي اليمني حول هذه البطولة، ما هي توقعاتهم، ما المطلوب من المنتخب الوطني في هذه البطولة. نتابع هذه التصريحات ومن ثم نبدأ حلقتنا لهذا المساء. أتمنى المنتخبنا إن شاء الله التوفيق النجاح، وإن شاء الله إلى المزيد الأفضل، والمنتخب إن شاء الله يكون إلى الصورة الأفضل، ونتمنى كل حضرمي يكون فاضي للرياضة والكل يمني إن شاء الله، وللتوفيق النجاح ونحقق البطولة بإذن الله. وتحية للكابتن عماد منصور. رسالي إلى المنتخب الوطني أن يقدم بما هو أفضل من هذا الذي وصل إليه، وإلى الإدارة التي أدارت هذا المنتخب أن تكون تقدم أفضل من ما هو مما وصل إلى ما وصل إليه. ونحن نتفائل بهذا المنتخب الوطني ونؤيده ونسانده بكل ما نستطيع من قوة. والله إن شاء الله نتمنى له التفوق والنجاح إن شاء الله ويحقق الفوز، هذا كل ما نتمناه يعني. نتمنى المنتخب اليمني الفوز وتحقق الفوز إن شاء الله، يرفع رأسي كل يمني
وكل عايش في الوطن في العربي خارج لمن او داخلها. ان شاء الله يحقون الفوز في النصر في ربعونات البطولة. نتمنى من منتخبنا اليمني ان يقدم المزيد والمزيد من المراكز الاولى وينافس كي يبارك الشعب له. نتمنى لمنتخبنا ان شاء الله التوفيق في المسابقة هذه، وان شاء الله يقدم اداء مشرف للكرة اليمنية. ان المنتخب الوطني بيض الوجه ويجيب الدوري وان شاء الله للاحسن. نتمنى للمنتخب الوطني التوفيق والنجاح، والحمد لله تفوقوا، ورغم المآسي ورغم المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني ولله الحمد تفوقوا وتجاوزوا هذه المحن وتجاوزوا هذه الصعوبات ورفعوا رؤوسنا في هذه اللحظات وفي هذا الوقت التاريخي. إذن هذه هي مادة وتفاؤل كبير من قبل الشارع الرياضي ودعواته ترافق منتخبنا الوطني بتحقيق إنجاز رياضي جديد إن شاء الله في بطولة آسيا التي ستقام في الشهر المقبل 5 يناير. ستكون الانطلاقة في المجموعة التي فيها اليمنية إلى جانب العراق وإيران وفيتنام منتخبنا الوطني. أعود إلى مسقط مع الصحفي الرياضي الأستاذ وليد جحزر من جديد والمتحدث الإعلامي للجمعية اليمنية للإعلام. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور وحياك أخي بشير. أهلا بك أستاذ وليد، كنا نتمنى أن تكون معنا بالصوت والصورة لكن ربما هناك إشكالية ستكمل معنا عبر الهاتف. إذن أستاذ وليد، كنت قد سألتك حول كيف تتابع وتقيم استعدادات منتخبنا الوطني لهذه البطولة الهامة. طبعا يعني المتابع للمنتخب الوطني في هذا التوقيت تحفه مشاعر وطنية كبيرة، الجميع يرغب في أن يظهر المنتخب بمستوى إيجابي في ظل هذا الظرف بالغ التعقيد الذي تمر به بلادنا، وهذه فرصة مثالية للظهور وفرصة مثالية للظهور بين أكبر منتخبات القارة الآسيوية. لكن في حقيقة الأمر هناك مشاكل حقيقية رافقت عملية الإعداد لهذه المهمة، والحديث عنها في هذا التوقيت البعض يراه أنه قد يخل بمسألة الدفع الروح المعنوية لدى لاعبي المنتخب، لكن علينا أن نكون واقعيين ونتحدث بكل صراحة. هناك مشاكل حقيقية في مسألة إعداد المنتخب، وظهرت يعني مشاكل على السطح طرأت قبل انطلاق البطولة. كنا نتمنى أن لا تكون هذه المشاكل حاضرة، لكن الصورة التقليدية التي يدير بها الاتحاد اليمني لكرة القدم واقع المنتخبات لا تزال هي الحاضرة ولا تزال هي المسيطرة. لا يوجد تجديد في مسألة الحرص على تقديم منتخب قوي، وأيضا تغيب روح المسؤولية والاستشعار بهذا الدور. ليس لدى ألا تعتقد أنك تظلم أستاذ وليد؟ ألا تعتقد أنك تظلم قيادة الاتحاد التي تحاول جاهدة رغم الظروف الصعبة أن يكون المنتخب الوطني حاضر وتقدم كل ما تملك من إمكانات، وربما يعني يحسب أنه أوصل المنتخب في هذا الظرف الصعب إلى بطولة آسيا لأول مرة؟ نعم، هذا الحديث سمعناه كثيرا، يعني مسألة أننا نشارك وأننا نصل هذا يعتبر إنجاز. لا 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 أعتقد أن هذه الشماعة ستظل يعني مقبولة، لأننا في الحقيقة عندما نصل إلى النهايات فنحن نصل أيضا بوجود عدد من المواهب الثروية الجديرة بالتقدير والتي تحتاج إلى رعاية حقيقية واهتمام. يجب أن تكون هناك برامج تسبق عملية الزق بالمنتخب في مثل هذه البطولات القارية، يجب أن تكون هناك رؤية واضحة وشفافة. الجهود جيدة، لكن في كل الأحوال لا نبرر لهم في قيادة اتحاد القدم أنهم قد فعلوا الكثير. لا يزال هناك الكثير من التقصير، ليس لدى قيادة اتحاد القدم فقط، ولكن أيضا في القنوات المسؤولة عن المنتخبات وعن واقع الرياضة اليمنية عموما. هنا في ذلك وزارة الشباب والرياضة وكل الجهات المخولة يجب أن تعمل سويا من أجل ظهور منتخب قوي. هذه فرصة مثالية لن تتكرر في مثل هذا الظرف، وصول منتخبنا إلى النهائيات آسيا بعد فترة انتظار طويلة ولأول مرة بعد تحقيق الوحدة اليمنية يوحد المشاعر، يشعر الجميع بأننا أمام يعني استحقاق انتظرناه طويلا. لكن يجب أن يكون هناك تعامل بنفس روح المسؤولية. يعني الآن شاهدنا عملية يعني اختلاف في مسألة الإعداد،
وكان من المفترض أن يكون المنتخب الوطني مرسوم له برنامج مسبق في الدوحة وإقامة 4 مواجهات تحضيرية مهمة في وقت قصير مع المدرب السلوفاكي الجديد، لكن من الواضح أيضا أن هناك عدم اتفاق بين قيادة وزارة الرياضة وبين قيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم، وإحنا كنا نتمنى أن تتجنب هاتين القيادتين الزج بمنتخبنا الوطني في هذه المماحكات أو المماحكات السياسية. طيب أستاذ وليد، أستاذ وليد، لن تخدم عملية الوصول، نعم، وتقديم صورة إيجابية مشرفة، نعم، وصورة يتطلع لها الجمهور اليمني في، نعم، في وسط هذا الضرب بالغ التعقيد والصعوبة. نعم. طيب أستاذ وليد، تحدثت عن إشكاليات، ما هي الإشكاليات التي رصدتها وتابعتها وتشكل معوقات في مسيرة المنتخب في هذه البطولة؟ الإشكاليات أخي العزيز عديدة، وهي يعني لا تتعلق فقط بمسألة الإعداد للمنتخب الوطني والخلاف الأخير الذي تم حول مكان إقامة المنتخب. نعم. المسألة عدم وضوح الرؤية، هناك عدم وضوح رؤية في مسألة الإعداد، التجاذبات في مسألة تمويل معسكرات المنتخب لا تزال قائمة وهي شماعة يعني نسمعها كثيرا وتكررت. أيضا الاتحاد اليمني كان يفترض به أن يعمل أولا في مسألة الإعداد، هناك مسؤولية يتحملها الاتحاد اليمني لكرة القدم بصورة مبكرة، وفي مسألة الحرص على إقامة البطولة على إقامة المباريات التحضيرية تحملها قيادة وزارة الرياضة بصورة صريحة، حيث أنها قامت بإيقاف معسكر الدوحة المفترض إقامته في موعده المحدد ونقل اللاعبين إلى يعني إلى ماليزيا. لا نعرف ما هي الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذه الخطوة. المنتخب كان بحاجة إلى أن ينفذ البرنامج المرسوم له حتى في الوقت الأخير، يعني نحن نعد منتخب لنهائيات آسيا في الوقت الأخير، وفي هذا الوقت الأخير تظهر إشكالات على صعيد الاتفاق في مسألة الخطة الإعدادية والتحضيرية للمنتخب، وهذا إشكال كبير. لا أعرف يعني ما هي المبررات التي تسوقها قيادة وزارة الرياضة، لكن ما أعرفه أن وزارة الرياضة غير مسؤولة، وأن القرار الأول والنهائي في مسألة تحضيرات المنتخب هو للاتحاد اليمني لكرة القدم، مع كل الهنات والأخطاء التي يرتكبها الاتحاد، نعم، وأيضا التلكؤ في مسألة حسم البرامج التحضيرية للمنتخب، إلا أننا كنا نتمنى أن يستمر الاتحاد في إدارة واقع المنتخب حتى، طيب، حتى اللحظات الأخيرة في هذه المشاركة. طيب أستاذ وليد، نشرك معنا في الحديث المنسق الإعلامي بمكتب وزير الشباب والرياضة الزميل ماجد الطياشي. مساء الخير أستاذ ماجد. مساء الخير أخي بشير والسادة المشاهدين لهذه القناة الرائعة. بداية أستاذ ماجد، كيف تابعت ما طرحه الأستاذ وليد؟ تحدث عن إشكالات كبيرة وتحدث عن معوقات كثيرة، وأن السبب هي في القائمين على المنتخب في عدم ترتيب المعسكرات ونقلها من دولة إلى أخرى، وربما هذه كلها إشكالات تسبب يعني الاستعدادات النهائية للبطولة وتبقى أسبوعا فقط. أستاذ ماجد، طبعا ما طرحه الأخ وليد هو رأي الشارع الرياضي ككل. نعم. الشارع الرياضي دائما لا يهمه الظروف، لا يعرف ما الذي يدور في الكواليس، لا يعرف ما الذي يحدث، فقط يهمه النتائج ولا ترضي سوى النتائج. مع الأخ وليد كامل الحق، لكن أحب أن أعقب على نقطة واحدة. هو اتهم جزافا وزارة الشباب والرياضة إنها كان في مشاكل مع اتحاد كرة القدم. لا يوجد أي مشاكل بين اتحاد العام لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة. ربما هذه الفترة من أفضل الفترات التي شاهدنا فيها الانسجام بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام لكرة القدم. نعم. وزارة الشباب والرياضة جهزت منتخب الناشئين بمعسكر إعدادي داخلي في حضرموت، جهزت المنتخب الوطني، والآن جهز المنتخب الأولمبي. هناك تعاون كبير جدا، وكيل وزارة الشباب والرياضة للشؤون المالية والإدارية تواجد مع المنتخب الوطني وفي معسكر المنتخب الوطني الأخ طلال بن حيدرة. ما حدث إن الاتحاد العام لكرة القدم أقر إلغاء معسكر الدوحة، وهذا من حقه ومن حق أي اتحاد في العالم أن يختار مكان معسكره.
أقر استمرار المعسكر في الرياض، ثم بعد ذلك أقر أن يكون هنالك معسكر في ماليزيا وسيلعب مباراة مع المنتخب الماليزي. المنتخب كنا نتمنى أن يكون في وضع أفضل، ولكن أنت تعرف وضع البلد، وضع البلد ككل لا يسر لا عدو ولا حبيب، وبذلك طالما وظروفك بهذه الطريقة ولم تستطع أن تلعب كل مبارياتك في أرضك اللي هي المباريات الرسمية المؤهلة لنهائيات آسيا، لا تستطيع أن تعسكر في أرضك، فلذلك أنت تبقى غير قادر على ضبط أي رزنامة طالما أنت لا تمتلك المال. يعني أنت تتحدث عن معسكر لمدة 20 يوم يكلف في حدود 400,000 دولار. 400,000 دولار في بلد الآن يبحث هذه الأيام عن قطرة باء، يعني صعب جدا يبقى دعم الحكومة، صعب جدا أن تدعم بما يساوي 150 مليون ريال لمعسكر لمدة أسبوع أو أسبوعين. نعم. طيب أستاذ وليد، الآن الأستاذ ماجد تحدثت عن بأن هناك تعاون كبير، لكن ما سمعناه في الأيام الماضية أنه كان هناك أيضا قصور كبير من قبل الوزارة بالالتزام بما يعني تحدثت عن من دعم للاتحاد. ما الذي تغير؟ هل يعني أخيرا استجابت الوزارة؟ قدمت كل المطالب التي قدمها الاتحاد؟ أنا مستعد، نعم أنا مستعد أظهر مع أي شخص وعلى قناتكم من اتحاد العام لكرة القدم أو من الزملاء في الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي أو أي صحفي يحب يتحدث عن الأرقام فيما يخص التزامات وزارة الشباب والرياضة لاتحاد العام لكرة القدم. الوزارة التزمت بتجهيز معسكر لمنتخب الناشئين وأوفت به، التزمت بمعسكر لمنتخب الأولمبي والآن جاري المعسكر في حضرموت، التزمت بمعسكر لمنتخب الأول وثم نسقت للمعسكر خارجي، والآن نسق معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري شخصيا للمعسكر في ماليزيا، وهنالك معسكرات قادمة خارجية للمنتخب الأولمبي. ربما إن الوزارة لا تعطي نفس المبلغ الذي كانت تعطيه في السابق، وهذا بسبب مصادر الدخل. تعرف أن صندوق رعاية النشء والشباب في صنعاء كان يدر ما يقارب 3,800,000,000 سنويا، بينما الآن لا يتجاوز 200 مليون إلى 300 مليون كأقدر تقدير ربما خلال السنتين الماضيتين. وزارة الشباب والرياضة استطاعت أن تعتمد من الحكومة مبلغ 150 مليون ريال لأقرب استحقاقات للمنتخبات الوطنية، وثم 500 مليون أو أي نصف مليار ستكون ميزانية سنوية تخصص لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية، فقط منتخبات كرة القدم وليس كل منتخبات كل الألعاب. طيب أعود للأستاذ وليد يحزر. أستاذ وليد، إذن الأستاذ ماجد يقول أن الوزارة دائما ملتزمة بكل ما تصرح عنه من دعم للمنتخب الوطني، هي وقفت مع الناشئين ووقفت مع المنتخب الوطني والآن تجهز أيضا للمنتخب الأولمبي، وكل ما وعدت به تم تسليمه. والأستاذ ماجد يتحدث من مكتب وزير الشباب والرياضة ويقول هو على استعداد، ويتحدى أي شخص يقول أن الوزارة لم تلتزم بما صرحت عنه. نعم، هذا في كل الأحوال نحن نتحدث، لا يوجد لدينا صراع شخصي لا مع وزارة الرياضة ولا مع الاتحاد اليمني لكرة القدم. هذا الكلام الذي يقوله أخي ماجد يعني هو كلام رسمي وكلام معسول لا يمت للواقع بصلة. صحيح أن هناك التزام في توفير الاحتياجات الأساسية، ولكن نحن نتحدث عن رؤية واضحة مسبقة مزمنة تقوم على توفير احتياجات المنتخب بفترة مبكرة والبحث عن مصادر. هناك مال مهدر وهناك أموال تنفق، هذا الكلام غير صحيح أن هناك أموال، لا يوجد أموال تدعم المنتخب في مرحلته في استحقاق كبير كهذا، استحقاق كبير على مستوى آسيا. تستطيع وزارة الرياضة وتستطيع القنوات الشرعية للمنتخب اليمني أن توفر المال المطلوب، لأن المنتخب اليمني يظهر لأول مرة في نهائيات آسيا بعد غياب طويل. المشكلة أن هناك من ذهب لإقامة لسحب لإلغاء برنامج المنتخب في الدوحة كما قلت في بداية حديثي تحت غطاء مماحكات سياسية كالعادة. كان يفترض بكل الجهات المسؤولة أن توضح أهمية بقاء المنتخب في الدوحة للعب مبارياته، وأن يتم تغليب مصلحة المنتخب والمصلحة العليا للوطن على المصالح الشخصية أو على الحسابات ومماحكات السياسة والخلافات السياسية. طيب، وما المشكلة التي يا أستاذ وليد، ما المشكلة التي تراها بأنها غير منطقية أستاذ وليد؟
ما الإشكالية أن ينتقل المعسكر إلى ماليزيا؟ يعني ما هي الإشكالية سواء في الدوحة أو ماليزيا؟ الإشكالية أن هناك أن كل المنتخبات التي ستلعب في نهاية آسيا تحتاج إلى التواجد في بيئة مشابهة ومتفقة مع البيئة الموجودة في دولة الإمارات التي تستضيف نهائيات آسيا. كل المنتخبات حضرت إلى قطر وحضرت إلى الإمارات وحضرت حتى تستطيع أن تؤهل اللاعب وتكيفه بنفس المناخ والبيئة والأجواء المحيطة بلعب مباريات على هذا المستوى تتناسب مع بيئة الدولة المستضيفة وهي دولة الإمارات. أما أن تذهب إلى أن تلعب في ماليزيا مباراة تحضيرية وأن تجري مباريات ودية في ماليزيا، فما هو الرابط بين ماليزيا التي تختلف من حيث المناخ والأجواء عن أجواء المنطقة في الوقت الراهن؟ هذا جانب. نعم. الجانب الثاني أن المماحكات واضحة في مسألة أن تسحب مسألة إقامة المنتخب من الدوحة، وقطر كانت ملتزمة كل الالتزام تجاه منتخبنا الوطني منذ 3 أعوام، خاض المنتخب مباريات عديدة، خاضت الأندية اليمنية مواجهات عديدة على الأرض القطرية، استعدت كل المنتخبات اليمنية على أراضي قطر، وأيضا حتى الاتحاد اليمني نأى بنفسه بأن يكون طرف في أي خلافات وقرر أن يبقى نشاطه من داخل الأراضي القطرية بحيث يحافظ على المصلحة العليا للمنتخبات. لماذا تم التغيير الآن ولماذا تم الزق بالمنتخب في هذه المماحكات المرفوضة؟ هذا جزء من عدم اللامسؤولية الوطنية التي يقدموها لنا قياداتنا بين فترة وأخرى. قلنا دائما أن المنتخبات وأن الشباب وأن يجب أن يتم الابتعاد بهم عن مثل هذه المماحكات. طيب. ويجب تغليب المصلحة العليا للوطن. طيب في مثل هذه المشاركات. نعم. لكن من الواضح أننا نكرر نفس الأخطاء سواء من وزارة الرياضة أو من الاتحاد اليمني لكرة القدم، وهذه مشكلة سوف تستمر معنا ما لم نتلافاها. نعم. بالنقد والنقد الصريح. نعم. طيب أستاذ وليد، يعني ننتقل للمحور الثاني الآن، مستوى منتخبنا الوطني وأيضا حظوظه في هذه البطولة. لا شك أنه يعني في ضمن مجموعة ربما من أقوى المنتخبات فيها وهي إيران والعراق إلى جانب فيتنام. كيف تقيم حظوظ منتخبنا الوطني في هذه المجموعة؟ هو في كل الأحوال أجواء المشاركات القارية تظهر المنتخب دائما، أي منتخب يصل إلى النهائيات يجب أن يتحلى بروح ندية لأنه أصبح طرف ومرشح طالما وصل واستطاع أن يتخطى مرحلة التصفيات. نحن نتمنى أن يظهر لاعبو منتخبنا الروح القتالية في الملعب، وكما جرت العادة أن يقدموا ويعتمدوا على ذواتهم في تقديم صورة اليمن المشرفة، والجمهور اليمني يقف خلفهم خاصة في الإمارات، تتواجد الجالية اليمنية بقوة وسوف تزحف على الملاعب الإماراتية حتى تكون سندا للمنتخب الوطني. في كل الأحوال المجموعة صعبة، إيران أيضا من أقوى المنتخبات على مستوى القارة الأسيوية، والعراق منتخب جاهز، وأيضا فيتنام منتخب متطور. نحن كنا نريد أن نستغل ظرف التأهل للنهائيات وأن نعد المنتخب بصورة جيدة، لأن هذه فرصة نموذجية ومثالية في حالة التشظي النفسي والمعنوي التي يعيشها الإنسان اليمني بسبب الحروب والصراعات وأيضا الابتعاد عن أرض الوطن، وأيضا سواء في الداخل أو الخارج. هذه فرصة كانت نموذجية بأن نعد المنتخب بشكل جيد وأن تتضافر كل الجهود وأن يتم تسهيل الطريق أمام المنتخب وأمام اللاعبين الذين ضربوا أروع الأمثلة بالتأهل إلى هذه النهائيات وسط ظروف بالغة التعقيد، وتغلبوا أيضا على مسألة عدم وجود دوري، عدم وجود أندية، عدم وجود فعاليات منتظمة، عدم وجود أنشطة، وأيضا عدم وجود رؤية لدى الاتحاد اليمني. طيب. لكرة القدم من حيث إعداد البرنامج المزمن والبرنامج المبكر أيضا، واستغلال أيضا، لاحظ أيضا أن الاتحاد اليمني لكرة القدم هو الاتحاد الوحيد الذي لا يستغل أيام الفيفا بشكل جيد بحيث يقيم في هذه الأيام مباريات تحضيرية تتناسب مع الاستحقاقات القارية الكبيرة التي سيخوضها المنتخب. نعم. طيب أستاذ وليد، نرحب معنا بمساعد مدرب المنتخب الوطني الدكتور أو الكابتن محمد النفيعي. مساك الله بالخير كابتن محمد، وأهلا بك في هذه الحلقة. مرحبا كابتن محمد، تسمعني؟
اهلا وسهلا حياك الله. كابتن محمد، قبل ان نخوض بالحديث معك سنستعرض هذه الماده التي ارسلها لنا الزميل سميح المعلمي من معسكر منتخبنا الوطني في ماليزيا، ومن ثم نبدا الحديث. نتابع هذه الماده. إذن هذا جانب من استعدادات منتخبنا الوطني في معسكر التدريبي الأخير الآن الذي وصلوا قبل يومين تقريبا إلى ماليزيا لوضع اللمسات الأخيرة واختيار كتيبة اليمن للمشاركة في بطولة آسيا. أعود إلى ماليزيا مع مساعد المدرب الكابتن محمد النفيعي. كابتن محمد، إذن أين وصلتم في مسألة الاستعدادات واختيار اللاعبين وإعلان القائمة النهائية التي ستشارك في هذه البطولة؟ في البداية استغل فرصة لوجودي في برنامجكم الرائع الذي يتابع أخبار المنتخب بصورة مستمرة، لكي أشكركم على هذا المجهود الطيب، وهذا ليس طيب، على قناتكم الرائعة. وأشكرك أخي بشير على مجهودك أنت والطاقم الرائع الذين يقدمون هذا. نحن معكم كابتن محمد وكل الجمهور الرياضي اليمني يتابعكم باهتمام، فقط ننتظر أن تحققوا إنجاز رياضي يليق بهذه البطولة. حياك الله. أيضا أستغل الفرصة لوجودي في قناتكم المفضلة لكي أتقدم بالشكر لمعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري لما قدمه المنتخب الوطني، أخص بما قدمه المنتخب الوطني بداء من دعمه ومتابعته وتسهيل المعسكر المنتخب في المكلا والاشراف منه شخصيا عليه من خلال تكليف الاستاذ الرائع طلال بن حيدره وكيل وزاره الشباب والرياضه والاستاذ حسن مسجدي مدير مكتب الشباب والرياضه في حضرموت لكي يرتبوا ويعملوا على نجاح المعسكر. وفعلا الحمد لله نجح المعسكر، وكذلك حضوره معسكر الرياض والجلوس مع البعثه والعمل على حل مشاكل المنتخب وكذلك متابعته المعسكر. لم يذهب الا وقد ساهم بالتنسيق مع قياده الاتحاد الممثله بالشيخ احمد صالح العيسي الذي رغم مشاغله الا انه متابع وداعم للمنتخب الوطني وكل المنتخبات كل الشكر للرائعين. وهذا الكلام ليس مجامله ولكنه كلمه حق، وهو اقل واجب لما يقدمه. طيب كابتن محمد، ندخل في موضوع الحلقه والاستعدادات، تفضل. ونشكر اداره البعثه لصرفها بدل السفر وكذلك قربها من البعثه، واخص بالذكر الاستاذ طلال بن حيدره الذي يقف قريبا منا ويعمل على حل العراق التي نواجهها، ونحن الحمد لله قطعنا شوطا جيدا حيث اننا استفدنا من المعسكر الذي في الرياض، وقد وصل اللاعبين الى مرحله متقدمه في جميع النواحي الفنيه، حيث اننا نعمل كجهاز فني على رفع الوتيره وكذلك العمل على اصلاح الاخطاء والسلبيات التي حدثت في مباراتي السعوديه والامارات، ونعد ان شاء الله بنجاح، ونحن بعد نجاح معسكر الرياض انتقلنا الى معسكر ماليزيا لكي ننتقل لمرحله اخرى من الاعداد والاستفاده من انضمام اللاعبين المحترفين لكي يلتئم المنتخب ويستطيع الجهاز الفني العمل ان شاء الله
خطة لعب معينة، وكذلك تحفيظ اللاعبين مهامهم في الملعب، وكذلك إن شاء الله عمل خطط بديلة لمواجهة المنتخبات التي نعم. التي تقابلنا، ونحن الحمد لله نعمل بوتيرة عالية لكي نرفع من أداء المنتخب، ونعمل على أن نحسن صورة المنتخب ونظهر بصورة نعم. إن شاء الله مشرفة. طيب كابتن محمد، شعبنا المكلوب وتنسيه الآثار نعم. السلبية من الحرب المفروضة على شعبنا. نعم، خلال هذه الفترة والمعسكر التدريبي والمباراة الودية، أين وصلتم اليوم بالمنتخب؟ أي نسبة ممكن يعني نتوقعها من استعدادات للمنتخب لهذه البطولة؟ طبعا بالنسبة للمنتخب الحمد لله، يعني اللاعبين للأمانة يعني من خلال يعني التمارين الصباحية والمسائية، وأيضا استفادنا من المباراة الودية السابقة، يعني الآن وصلوا إلى يعني إلى مرحلة متقدمة، إن شاء الله نقول يعني 70% من الإعداد، وإن شاء الله تكتمل يعني جاهزية المنتخب بعمل إن شاء الله مباراة ودية قادمة، وبإذن الله ندخل البطولة بطموح إن شاء الله عالي. نعم، الآن فيما يخص كابتن محمد اللاعبين الذين يفترض أن يكونوا قد التحقوا بالمعسكر من قبل، إلى الآن لم يصل بعض اللاعبين الذين تعتمدون عليهم ربما بصورة مباشرة في هذه البطولة، متى سيلتحقوا وما هي يعني الآلية الآن لكي يلتحقوا بالمنتخب، وأيضا يحدد ذلك الانسجام بين اللاعبين؟ لم يتبقى إلا أسبوعين. إدارة البعثة يعني تعمل يعني بكل جد واجتهاد من أجل أنها يعني تتواصل مع اللاعبين، الحمد لله وصل اليوم 3 لاعبين، و ايضا وصل قبل في بدايه المعسكر 4 لاعبين، الحمد لله وصل الان 7 لاعبين للمنتخب، ان شاء الله احنا بانتظار بقيه اللاعبين الذين الأمة يعني احنا المشكله انهم بعضهم اصابات وبعضهم ارتباطهم بالانديه، يعني احنا تعرف يعني ان احنا لسنا في ايام الفيفا، ولذلك بعض اللاعبين لن يعني لن نستطيع استقطابهم الا يعني في ايام الفيفا، فان شاء الله خلال الايام القادمه سيلتحق الباقي. نعم، طيب اعود اذا للاستاذ وليد يحزر. أستاذ وليد، إذا سمعت يعني التجهيزات والاستعدادات من قبل مساعد المدرب الكابتن محمد النفيعي يقول أنهم قطعوا شوطا كبيرا في مسألة استعداد المنتخب، بعض اللاعبين الآن التحقوا بالمعسكر وإن شاء الله سيعملون بكل الجهود من أجل تقديم صورة مشرفة للكرة، ما رأيك؟ نعم، هذا ما نعمله، يعني كلام طيب و مطمئن من الكابتن النفاعي، ونحن يعني واضح انه المنتخب يحاول ان يستدرك ما يمكن استدراكه، لكن هذا لا يمنع ان نتحدث بكل شفافيه ووضوح عن الاخطاء التي رافقت عمليه اعداد المنتخب والتحديات الموجوده في واقعنا الكروي، سواء وايضا المثالب الموجوده على الاتحاد الوطني لكره القدم او نعم. قياده وزاره نعم. الرياضه. طيب استاذ وليد، واجب يعني نعم استاذ وليد، واعتذر على المقاطعه استاذ وليد. نعم. ان كان من هناك من ملاحظات يعني هامه تريد تقولها للطاقم الفني الذي الان يرافق المنتخب وهو المسؤول الاول عن استعدادات المنتخب وتأهيله وتقديمه بصورة مشرفة، معك الآن مساعد المدرب، ما هي الملاحظات أو التوصيات التي تريد أن تقولها لهم؟ نعم، هم الأدرى من النواحي الفنية والنفسية، طبعا من أبرز الملاحظات التي يجب مراعاتها في تهيئة اللاعبين لهذا الاستحقاق الآسيوي الكبير هو يعني محاولة بث الروح المعنوية في صفوف اللاعبين، وأيضا الاقتراب من اللاعبين على مستوى القيادات وعلى المستوى الإداري حتى تكون الروح المعنوية مرتفعة، خصوصا وأن لا يعني لاعبين يعني عانوا الكثير سواء الموجودين في داخل الوطن أو الذين يتواجدون مع بعض الأندية في الخارج، المسألة النفسية يجب التركيز عليها بصورة كبيرة، واعتقد ان الاهتمام بمساله تنفيذ تعليمات المدرب بشكل كبير والحرص بشكل دقيق ايضا والحرص على الاستجابه لكل هذه التعليمات في الملعب سيكون له دور اكبر في ظهور المنتخب بصوره مشرفه. قلوبنا مع المنتخب دائما، ونحن في الجمعيه اليمنيه للاعلام الرياضي
حريصون كل الحرص على أن نؤازر المنتخب وأن نبذل الجهد الإعلامي الكبير في تحقيق مشاركة إيجابية للمنتخب الوطني في نهائيات آسيا. وعندما نتحدث فنحن نتحدث، عندما ننتقد أيضا ننتقد من استشعار ورغبة في أن يظهر المنتخب بالصورة المشرفة من أجل الوطن أولا وأخيرا، ويجب أن يكون هناك استيعاب للنقد والملاحظات التي يتم تقديمها عبر وسائل وقنوات الإعلام. نعم. طيب أستاذ ماجد الطياشي، الآن وزارة الشباب والرياضة والاتحاد بشكل عام، ما هي الخطوات أو ما هي الاستعدادات والتجهيزات لهذه البطولة؟ أقصد هنا في جانب مؤازرة المنتخب الوطني إعلاميا وأيضا من قبل الجمهور ورابطة مشجعين إلى نهاية الأمر، هل هناك خطة فعلا لمساندة المنتخب في هذه الظروف وفي هذه البطولة الهامة؟ طبعا بس اولا خليني بس اعلق اعقب بموضوع بسيط على ما قاله الاستاذ وليد. طبعا الحبيب وليد جحزر طرح كلام وكانه يتحدث عن دوله السويد لا يتحدث عن دوله اليمن. نعم. وانا استمع الى وليد جحزر حسيت ان انا عايش في دوله مثاليه، ان المرتبات تصرف بشكل مستمر، الاموال تهدر، الامور طيبه، الملاعب في ارضك، ايام الفيفا لا يستطيع ان يشتغل اتحاد كره القدم لانه لا يملك المال الكافي لان يذهب لان يلعب مباراه في شرق اسيا او غرب اسيا. أيام الفيفا لا يستطيع أن يستغلها اتحاد كرة القدم لأنه لا يملك ملاعب في أرضه حتى يستضيف أي منتخب يأتي ويلعب معك. أنت تصنيفك الآن فوق 150، فمن سيأتي يلعب معك؟ من سيستفيد من اللعب معك حتى يستدعيك أي منتخب؟ فلذلك يبقى صعب جدا. الأمر الثاني فيما يخص المبلغ المالي الذي وجه به رئيس الجمهورية، هو وجه به رئيس الجمهورية للاتحاد العام لكرة القدم وصرف عبر الاتحاد العام لكرة القدم وسلم للاعبين ولم يتبقى أي مبلغ مالي فيما يخص هذا المبلغ. نتجاوز هذه النقطة أستاذ ماجد، نتجاوز هذه النقطة وندخل في الآن الأهم الآن. فيما يخص سؤالي الآن، من الاستعدادات لمؤازرة المنتخب جماهيريا وإعلاميا في هذه البطولة؟ هناك تنسيق تام بين وزارة الشباب والرياضة والسفارة اليمنية لحشد الدعم للمنتخب الوطني في هذه النهائيات. هناك متابعة مستمرة من وزير الشباب والرياضة فيما يخص المعسكر وتأمين المباريات الودية، سواء المباراة التي ستقام في شرق آسيا مع أحد المنتخبات منها منتخب ماليزيا تقريبا حاليا خلاص هذه المباراة أصبحت شبه محسومة، ومباراتين أخرتين ستكون في الإمارات. سيأتي المنتخب إن شاء الله يوم 27 إلى الإمارات، سيخوض مباراة إلى مبارتين في الإمارات. الأمور تسير بشكل طيب. عام 2019 هناك برنامج أعدته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العام لكرة القدم أو الأمانة العامة للاتحاد العام لكرة القدم، سيشمل كل المنتخبات ومنها المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب الذين تنتظرهم استحقاقات قادمة. الإمكانيات عادة ودائما هي من تحد من تقديم ربما رزنامة محددة وواضحة. أهم ما في هذه المشاكل هو عدم وجود ملعب، ولكن وزير الشباب والرياضة وعد أن هنالك استاد سيئون الأولمبي سيكون جاهز خلال فترة قريبة جدا، وربما نستضيف فيه بعض المباريات وخاصة يعني لا سيما المباريات الودية. هناك ربما منتخبات من شرق آسيا ومنتخبات أفريقيا قد تأتي إلى سيئون تلعب معك بعض المباريات الودية. نعم. طيب قبل أن نذهب لمتابعة أيضا تصريحات أخرى، اسمح لي أن أعود للكابتن محمد النفيعي في سؤال مهم جدا الآن. أستاذ محمد، الآن على أي أساس سيتم اختيار اللاعبين في التشكيلة النهائية إذا كان بعض اللاعبين لم يلتحقوا إلى اليوم في المنتخب؟ وأيضا ما هي أيضا يعني المعايير التي على ضوءها ستختارون التشكيلة النهائية لهذه البطولة؟ أخي بشير، كما تعلم أنه يعني معظم لاعبينا محترفين يعني في الدول الخليجية، لذلك هم للأمانة هم الأجهز من ناحية يعني لعبهم المباريات واكتسابهم الخبرة الكبيرة. فالأمانة الجهاز الفني هو معتمد بشكل كبير على اللاعبين المحترفين. فيعني أعتقد أنه نعم. كابتن محمد، نعم كابتن محمد لا نسمعك. نعم. طيب سنعاود بك الاتصال كابتن محمد إن استطعنا. وإذا نذهب الآن مشاهدينا الكرام نتابع هذه المادة أيضا من الشارع الرياضي اليمني. كلا تحدث
عن طموحات وعن آمال وعن مطالب من منتخبنا الوطني في هذا البطولة. نسمع من الجمهور الرياضي اليمني ونكمل حلقتنا. رغم الظروف ورغم الحرب والحصار التي تمر به بلادنا ورغم ظروف اللاعبين ورغم قلة الإمكانيات التي يملكها اللاعبين، إلا أن تفاؤلنا كبير في منتخبنا الوطني، متمنين من الله التوفيق لمنتخبنا الوطني ومتمنين من اللعاب أن يقدموا أفضل ما يملكون وأروع ما يمكن أن يقدموه لنا وللمنتخب اليمني. منتخبنا اليمني يستعد لدوريات كأس أمم آسيا رغم الظروف التي يمر فيها الوطن نفسه يعني، وبالرغم من الظروف التي يمر فيها الفريق نفسه أيضا، لأن منتخبنا اليمني ليس لديه من المعسكر التدريبي ما لدى بقية الدول الأخرى، بالرغم حتى الميزانية لا يملكها إيش، حتى الميزانية التي تؤهل الفريق وتدربه، حتى أيضا أنه الحرب التي في وطننا اليمني لا تؤهل نفسية اللاعب نفسه أنه يذهب ويلعب، بينما همه الأكبر هو أهله ومنزله، إلا أننا نتوقع الأفضل وأنه يقدم الأفضل في دوري كأس أمم آسيا إن شاء الله خير. منتخبنا الوطني رغم الظروف التي تمر به البلاد فهو يقدم نتائج ممتازة رغم الظروف الحالية لوطننا الحبيب. نرجو من قيادتنا السياسية الاهتمام بهذا المنتخب كي يقدم أفضل نتائج مرجوة منه. منتخبنا الوطني إن شاء الله يخوض الآن نهائيات لكأس أمم آسيا في الخارج، وإن شاء الله نحن متفائلين له بكل خير ويقدم أعلى ما لديه برغم الظروف الصعبة التي مر فيها المنتخب اليمني داخل البلاد والظروف الصعبة داخل البلاد والمعسكر التدريبي القصير التي لم يستعد له كبقية المنتخبات الأخرى. من جديد وفي دقائقنا الأخيرة أعود إلى الأستاذ ماجد في الرياض. أستاذ ماجد الطياشي، الآن يعني من نظرة واقعية، ما الذي ترى بأنه سيحققه منتخبنا الوطني في هذه البطولة؟ طبعا الطموحات كبيرة والواقع يجب أن نعترف بها. منتخبنا هو سيكون في المركز الثالث ربما، وهذا هو المنطق. العراق وإيران هما أفضل مننا وأعلى مننا كعبا وأكثر مننا استقرارا، ربما في فيتنام نحن أفضل منهم. هناك أمل كبير جدا أن يحقق منتخبنا التعادل مع أحد المنتخبين سواء العراقي أو الإيراني. إذا ما حقق التعادل نقطة من هاتين المباراتين ممكن أن نصعد إلى الدور الثاني. هناك فرصة كبيرة أن يصعد إلى الدور الثاني. سيلعب المنتخب الوطني في مجموعة هي نسبيا ليست صعبة ولكنها بالمقابل ليست سهلة. أنت تلعب في نهائيات آسيا وهؤلاء هم أفضل 24 منتخب في القارة وأفضل 16 منتخب في القارة، أو كم أو هذا العدد الذي أنت وصلت إليه أنك تصل إلى هذه المجموعة من صفوة آسيا. أعتقد إن منتخبنا أمام مسؤولية تاريخية بالنسبة للاعبين، وعليهم أن يثبتوا علو كعبهم في هذه البطولة، أن يقدموا أنفسهم. معدل أعمار لاعبين منتخبنا 27، الكثير منهم لن يلعب البطولات القادمة وربما لن نتأهل في المرحلة في البطولة القادمة. عليهم أن يقدموا مستوى يليق بأسمائهم وبهذا البلد. دعواتنا بالتوفيق للمنتخب الوطني رغم كل المشاكل التي مر بها إعداد المنتخب الوطني. لا نزال نتذكر تلك الصورة التي شاهدنا فيها المنتخب الوطني وهو في البحر على ظهر سفينة، وتلك المباراة التي كان يلعبها في الثلج، وتلك المباراة التي استأهل منها إلى نهائيات آسيا وأبكت الجماهير اليمنية فرحا. الشعب اليمني يحتاج فرحة وينتظرها من هؤلاء اللاعبين. أنا أتمنى لهم التوفيق. أثق أن قيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني تعمل على تهيئتهم نفسيا. ربما رهاننا الكبير على حماس لاعبينا. أتمنى لهم التوفيق وللجهاز الفني والإدارة والشعب اليمني فرحة هذا المنتخب. نعم، المنسق الإعلامي في مكتب وزير الشباب والرياضة ماجد الطياشي، شكرا جزيلا لك. وعودة أخيرة إلى مسقط مع الصحفي الرياضي والمتحدث باسم الجمعية الإعلامية الرياضية اليمنية الأستاذ وليد يحزر. أستاذ وليد، أنظن أنت تفاؤلك أو تقديرك، ما الذي سيحققه المنتخب الوطني في هذه البطولة؟ أنا قبل أن أتحدث عن ما الذي سيحققه المنتخب أريد أن أعقد تعقيب أخير على الأخ ماجد ولو أنه غادرنا في الحديث. نعم. مسألة الحديث عن
مسألة الحديث عن أن وزارة الرياضة لديها برنامج في 2019 وأنها تعد أجندة، وزارة الرياضة أو الشباب والرياضة غير مخولة أساسا بإعداد برامج للمنتخبات. وزارة الرياضة دورها إشرافي فقط، ودورها في مسألة التمويل، أما الدور الأساسي فهو الاتحاد اليمني لكرة القدم. نعم. الاتحاد اليمني لكرة القدم هو المخول بإعداد البرامج، وإذا كان هناك تدخل من وزارة الرياضة في أعمال الاتحاد اليمني لكرة القدم فإن منتخبنا سيتعرض للإيقاف. يجب أن نعرف ما هو دور وحدود وزارة الرياضة في كل الأحوال. نعم أستاذ وليد، ما أستاذ وليد لضيق الوقت، انتهى الوقت أستاذ وليد، هذا جانب مهم. نعم لضيق الوقت أريد حظوظ منتخبنا في هذه البطولة، وما الذي تتوقعه أن يحققه فيها؟ نحن لا نريد أن، أنا لا أقول أننا سنأتي في المركز الثالث أو يجب أن نحرز نقطة أو يجب أن يدخل لاعبون وهم على ثقة تامة بأنهم يستطيعون أن يقارعوا أي منتخب. يجب أن تكون الروح المعنوية مرتفعة، ويجب أن دائما نزرع في نفوس لاعبين بأننا لسنا أقل من أي منتخب، وبأننا يجب أن عندما نشارك في نهائيات كأس آسيا فإننا يجب أن ننافس على المركز الأول، وأن يكون طموح التأهل لدينا كبير، لأن هناك جمهور وفي وجمهور عريض وجمهور محب يقف خلفنا، ونحن نمر بظروف بالغة التعقيد في الوطن سواء في الداخل أو الخارج، وبالتالي يجب أن نفرح هذا الشعب عن طريق هذا المنتخب وعن طريق هذه الفانيلا، ويجب أن نكون عند هذا المستوى من الحدث. لكن للأسف ما شاهدناه في مسألة التحضيرات وفي مسألة الإعداد أقل بكثير مما كان يجب، ويجب أن لا تكون لغة انهزامية كما سمعنا من البعض، يجب أن تكون روحنا المعنوية عالية. وفي حقيقة الأمر لا تزال هناك الكثير من الإشكالات سواء على مستوى في إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم أو على مستوى التمويل الحكومي الرسمي. لا صحيح. يزال هناك الكثير من الخذلان. أشكرك أستاذ وليد. دائما يقارع بمفرده، وعلينا أن نغير هذا الواقع، ما لم فإننا سنظل في ذيل القائمة. الناطق الإعلامي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي الأستاذ وليد جحزر، كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا للكابتن محمد النفيعي، وأيضا المنسق الإعلامي بمكتب وزير الشباب والرياضة ماجد الطياشي. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل ودي عطا والزميلة إلهام عامر، وأيضا كافة الطاقم الفني. حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان، دعواتنا لمنتخبنا الوطني بتحقيق إنجاز رياضي في هذه البطولة. السلام عليكم ورحمة الله.